فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول امرأة من قومي قد بلغت من العمر 40 سنة ولم تتزوج بعد، وهي معروفة أنها ليست سوية عقليا لكنها تصلي. وهي معروفة أنها ليست سوية عقليا، نعم، لكنها تصلي. يقول: سألتني والدتها أن أستفتي لها هل يجب عليها الحج، مع العلم أنه لا بد من أحد يقودها ويمسك بيدها. نعم، لا تحج إلا مع محرم، إذا وجدت محرم تحج معه، إذا أيست من المحرم توكل من يحج عنها، إذا كان عندها مال، إذا كان عندها مال توكل من يحج عنها وتدفع نفقته، نعم، من مالها. نعم.